ويلكم باك. شايفين الصور الابداعيه هذه؟ عارفين عملناها بالجوال؟ عارفين ولا ما انتوا عارفين؟ بالضبط الفيديو هذا راح يكون كيف عملناها ببرنامج البيكس ارت اللي يعتبر من افضل برامج التعديل في الجوال. بس قبل لا نبدا في حاجه انتوا عارفين ايش هي ولازم تعملوها. يعني نبدا خلاص؟ خلينا نخش في اول خطوه نعملها ان ناخذ الصوره البارتري اللي ناويين نشتغل عليها. على سبيل المثال صوره زي كذا. بعد كذا نروح على موقع unsplash.com. هذا الموقع يعطيك صور خلفيات رائعه جدا وبدقه جدا عاليه. ونكتب على سبيل المثال نيون سيتي وراح يعطيك صور مدن جدا رائعه تنفع تنحط خلفيات للسكرين بيبر او حتى للديسكتوب. على سبيل المثال حناخذ الصوره هذه وحنروح على البيكس ارت وحنروح اد الصوره، نحط الصوره اللي صورناها فوق الصوره هذه واول شيء نبدا نحدد مكانها في الخلفيه اللي بنحطها، نقلل الاوباسيتي ونشوف. بعد ما نثبت مكانها نحط على الريزر تور ونبدا نمسح خلفيه الصوره اللي ما نبغاها. طبعا نتحكم بخيارات الريزر تور، طبعا عندك الهاردنس دائما نوطيه اكثر شيء، ونبدا نتحكم بالسايز على حسب ما نبغى. عمليه المسح طبعا هي اكثر عمليه دقيقه وتاخذ مننا وقت، ولازم نكون دقيقين جدا في الاطراف عشان ما نمسح شيء من الحواف حق الموديل، ولازم نكون دقيقين جدا في الاطراف عشان ما تبين الصوره تركيب. واذا مسحتوا شيء بالغلط تقدروا ترجعوها بالبرش تول. زي ما انتم شايفين حواف الموديل دائما هي تاخذ معانا وقت اطول ولازم نكون دقيقين فيها. نقلل الاوباسيتي دائما والهاردنس عشان ما نلمس اي شيء من اجزاء الموديل. بعد ما نزيل الباك جراوند تماما من صوره الموديل، وهذا هو البارت الاطول والاصعب تماما، نيجي نتناسق الالوان. اول شيء نعمله هو نقلل الساتوريشن على الاخير عشان نبدا نتحكم بكل لون على حده، وبعد كذا نلعب في الكونتراست والتيم كلر، نحاول ننسق الالوان قدر المستطاع بحيث انها ما تبان الصوره تركيب. بعد كده نروح على البرش تول ونروح على راس الموديل ونضيف بعض الشعرات عشان نخلي الصورة واقعية أكثر ونخلي شعر الموديل داخل في الصورة أكثر. نقلل الأوباسيتي حق اللير ونخليها متوازية مع لون الشعر الحقيقي اللي للموديل. بعد كده برضو باستخدام البرش تول نعمل لير ثاني ونبدا نضيف شويه من اللايت حق الباك جراوند على السكين حق الموديل. بعد كده نروح على الكيرفز ونبدا نلعب بالار جي بي كلرز، الاحمر زيد الحمار شويه والاخضر والازرق عشان برضو ننسق الالوان زياده، ونعمل كلر جريد متوازي. بعد كده نروح على خيار التلت شيفت، وهذا الخيار يعمل لك عزل رهيب في الصوره ويخليها مره واقعيه كانها مصوره بكاميرا دي اس ال ار او بورتري مود بالجوال. نخفف البلور شويه ونروح على البرسبكتيف تول ونخلي الصوره مايله شويه، وبكذا نكون غيرنا خلفيه الصوره الواقعيه وخليناها كانها فريم من فيلم ياباني. هنا كان نهاية الفيديو. أتمنى من كل اللي يسووا الصور هذه يرسلونا على السوشيال ميديا، وأتمنى برضو اللي ما سوى اشتراك يرجع ثاني ويشترك ويفعل التنبيهات، لأنه لو ما عملت كذا ترى راح يفوتك الكثير الكثير الكثير. وبرضو اللي عنده أي سؤال أو استفسار يكتب لنا تحت، وإلى لقاء آخر في جنان.
جنانه.